نحتفلوا اليوم في الرشيدية بمسيرة ديال الخدمات الجوية في الجهة لصالح الساكنة وصالح الاقتصاد وصالح السياحة. الأمس كنا في زاغورة، تم استقبال الرحلة الأولى اللي كتربط ما بين مراكش وما بين زاغورة. اليوم كنستقبل الرحلة اللي كتربط ما بين فاس والرشيدية. هذه ثمار الجولة الأولى من المفاوضات. عندنا إن شاء الله الجولة الثانية من المفاوضات مع الشركة غتمتد نحو ربط المطارات الثلاث ديال الجهة اللي هي زاغورة ورزازات والرشيدية مع عواصم السياحة في المغرب ومع العاصمة الإدارية والسياسية ديال البلاد. إذا إن شاء الله الجولة المقبلة غنمشيو نحو أكادير وغنمشيو نحو طنجة وغنمشيو نحو الرباط باش في هذه المرحلة من تاريخ الجهة ديال درعا تافيلات المجلس ديال الجهة درعا تافيلات يسجل يعني أهم تحدي فك العزلة على الجهة وأهم تحسين الجاذبية المجادلها الترابي اقتصاديا وسياحيا واجتماعيا من خلال يعني تدشين مجموعة من الخطوط الجوية اللي غتمكن إن شاء الله الساكنة والاقتصاد ديال الجهة من خدمات في مستوى جيد. سعيدين اليوم بإطلاق خط جوي داخلي جديد يربط مدينة الرشيدية بمدينة فاس بمعدل رحلتين في الأسبوع. سيتم تسير هذه الخطوط بطائرة من نوع إيرباص A320 للسعة ديالها 174 مقعد، واللي غتمكن في يومي الأربعاء الاثنين والخميس من ربط هذه المدينتين. سيتم تمكين المسافرين أيضا من ربط مدينة الرشيدية عن طريق مدينة فاس وبدون تغيير الطائرة مع مدينة طنجة. فإذا هذا الخط كيفتح آفاق أيضا للمسافرين ما بين الرشيدية ومدينة طنجة، وفي نفس الوقت هذا الخط متصل بمدينة برشلونة فاس، يعني بخط برشلونة فاس لكي يكمل مباشرة للرشيدية، وأيضا في يوم آخر متصل بمدينة مونبلييه، فغيسهل المأمورية بالنسبة للمسافرين القادمين من مدينة مونبلييه والراغبين في زيارة الرشيدية إن شاء الله. شكرا للجهة على الدعم ديالها اللي بفضلهم تم إنجاح هذه الاتفاقية. شكرا.